يا هلا والله، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم الجو حلو ومشمس مثل ما تشوفون، وعندي عطلات اسبوع كامل فبكون فاضية، وان شاء الله بنزلكم فيديوهات كثيرة. لا تنسوا تتابعوني عبر الانستغرام، انزل فيه يومياتي وصور من تصويري، وشوفوا الفيديو للنهاية بقول لكم ايش التنمر وتجربتي مع التنمر. يلا خلونا بالفيديو. اليوم بداية عيد الفصح اللي هو عيد البيض عند الأجانب، ومعلقين هذول عشان كذا، وكمان اليوم عطلة واسمها يوم الجمعة الطويلة، والمحلات تكون مسكرة لأنه يكون عندنا يوم أحمر. هنا غالبا يكون في زحمة، لكن لأن اليوم عيدهم فكلهم شكلهم قاعدين بالبيت يحتفلوا. التنمر ظاهرة كبيرة منتشرة بمجتمعنا بكل أنحاء العالم، وموجودة كثير بالسويد، وتحصل مع كثير من الطلاب غالبا في المتوسط والابتدائي. بقول لكم تجربتي مع التنمر، لكن أول خلونا نعرف إيش هو التنمر. التنمر يكون عن طريق الاعتداء، سواء العنف أو اللفظ، الاستهزاء بالشخص والتقليل من القيمة. طب إيش أعراض التنمر؟ أعراض التنمر: أول شيء الواحد يفقد الثقة بنفسه، ثاني شيء يؤدي التنمر إلى مشاكل عاطفية ويسبب عقدة عند الشخص بالمستقبل، والواحد يبطل يختلط مع الناس كثير عشان يكون عنده ما يكون فيه ثقة بالنفس، وآخر شيء الانتحار، وهذا الشيء للأسف يصير كثير خصوصا بأوروبا، لأنه الواحد خلاص ينتهي، تكون نفسيته تعبانة وما يقدر يسوي شيء. أول فترة لي بالسويد كنت مدرسة سويدية، وكنت هذاك الوقت صغيرة، لكن لأني ما أعرف أتكلم سويدي كنت أعرف بس أتكلم إنجليزي، فالمدرسة نقلوني إلى مدرسة ثانية كان الطلاب فيها كلهم عرب وجنسيات ثانية اللي جو للسويد جدد، عشان أتعلم اللغة هناك. والمدرسة كانت بمنطقة اسمها روزنغورد بمدينة مالمو. هذه المنطقة أسوأ مكان يعتبر بالسويد، لأنه في مشاكل كثير، في عصابات، يعني تصير كثير مشاكل هناك. والمدرسة كانوا أغلب طلابها عرب، فكانوا يتنمروا علي عشان ما أعرف أتكلم سويدي، يعني كنت جديدة أكيد ما بعرف إلا كلمتين، وكمان يتنمروا علي لأسباب ثانية، وأنا ما كان عندي إلا كم صديقة ومو مقربين مني، ووقتها ما كنت واثقة بنفسي، ما كنت أقدر أوقف قدامهم أدافع عن نفسي مرة، يعني هذا الشيء أثر فيني نفسيا، حتى إني كثير مرات مثلت على أهلي إني مريضة عشان ما أروح المدرسة، ولما كان يكون في رحلات أو تجمعات بالمدرسة كمان كنت أتغيب عنها. بعدين يوم كبرت عرفت إنه هذا كان تنمر، وإنه المفروض كان، يعني لو كان عندي ثقة بنفسي ما كان موضوع كذا بيكون. وكمان لما كنت ببريطانيا أدرس كانوا كثير يدرسونا على موضوع التنمر وعقوباته وإيش هو، كمان بالسويد عشان يقللوا من حدوث هذا الشيء. طبعا المتنمرين هم ناس عندهم مشاكل نفسية، أو ما يقعدوا مع أهلهم كثير، أو يتنمروا على الشخص سبب غيرتهم منه أو عشان يقللوا منه، فاللي يتنمروا كمان عندهم مشاكل غالبا. بس في حلول للتنمر بقول لكم إياها. كثير طلاب سويديين يتعرضوا للتنمر. كان عندي حصة إنجليزي وكان عندنا برزنتيشن، كل واحد يتكلم على الشيء اللي أثر بحياته أو غيرها. ففي بنت طلعت وتكلمت إنه كان في كثير طلاب يتنمروا عليها وهي صغيرة، وإنه هذا الشيء أثر عليها، ويعني كانوا يتنمروا عليها على أسباب سخيفة. وبعدين أكثر من شخص بالصف قالوا نحن كمان تعرضنا للتنمر، وقالوا مثلا في بنت تعرضت للتنمر لأنها تحب تلعب جيمينج، وكانوا الأولاد يضحكوا عليها. كيف تتعاملوا مع الناس المتنمرين؟ أول شيء وأهم شيء كونوا واثقين من نفسكم،
ما تقللوا من قيمة نفسكم، وكونوا واثقين كمان من تصرفاتكم وإجاباتكم على الناس المتنمرين. ثاني شيء، اختلطوا بالناس، كونوا اجتماعيين، كونوا دائما امشوا مع أصدقائكم، أو يعني اختلطوا مع ناس، ما تخلوا التنمر يأثر فيكم. ثالث شيء، شاركوا هذا الشيء مع معلمينكم، مع أهلكم، عشان يساعدوكم على أنكم تتخطوا موضوع التنمر. يمكن يقدروا يساعدوا أنه يوقفوا هذا الشيء، يعني يكلموا الطالب أو أهله أو يسووا عقوبة. هذا المكان اللي قاعدة فيه أصور لكم، شوفوا انعكاس الشجرة على المي، على النهر قصدي. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله استفدتوا، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع ناس ثانيين عشان يستفيدوا كمان. ومع السلامة.